نعم. أيضا في رسالة الأخت الكريمة تقول: إنسان تاب إلى الله فهل عليه تذكر كل ذنب ويتوب من توبة خاصة أم تجزئه توبة واحدة أو توبة واحدة عن جميع الذنوب؟ حسب النية، إذا نوى التوبة من جميع الذنوب أجزأته، وإذا نواها عن ذنب واحد فإنه تجزيه عن الذنب الواحد ويتوب عن بقية الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى بتوبته جميع الذنوب تاب الله عليه إذا توفرت شروط التوبة، وإذا نوى بعض الذنوب فإن بقيتها تحتاج إلى توبة منها. نعم.